شلون أصنع تجربة سفر مميزة، أسوي أنشطة ما حد سواها، أقابل ناس جدد، أغير من حياتي من خلال السفر، شلون أحجز تذاكري، شلون أختار مطاعمي، شلون أختار فنادقي. قررت أني أختزل كل تجاربي في السفر. أنا سافرت إلى 86 بلد، ظليت 25 سنة مسافر. ففي خطوات بسيطة إذا الواحد اتبعها ممكن أنه يحول سفرته من سفرة مملة ومكررة إلى سفرة مميزة. راح أعطيك بعض الخطوات من خلال هذا الكورس، يعلمك شلون تختار وجهتك في البداية، شلون تحجز تذاكرك، تختار مطاعمك، تصنع تجربة شخصية، تجرب أشياء جديدة من خلال خطوات مدروسة تصنع لك سفرة لا تنسى إن شاء الله. أنا عبد الكريم الشطي، رحالة كويتي، تابعوني على coursestore.com.